يا ريت تنسي، رح يرجعوا لبعض، وبنتهم يلي رح ترجعوا لبعض عن قريب كتير. كلهم عم يعانوا تنو، ومستحيل هن يبقوا بعاد عن بعض هيك. وبس يرجعوا لبعض رح يبقوا سوا لآخر العمر. مع أنه أنتي ما سألتي كيف صحتها لكيارا، بس رح قلك تنو هي هلأ موجوعة. بس شي أكيد باللحظة يلي رح تعرف فيها كيارا أنه البطل تبعها بيكون أبوها الحقيقي، وقت رح ينتهي هذا الوجع كله. وبهذا الوقت زوجك وبراغيا موجودين بالمشفى لحتى يديروا بالهم على البنت. أبي عم يتبرع لها بالدم لكيارا، وعن قريب كتير هو رح يعرف أنه هي مانا أي حدا، وأنه كيارا بتكون بنته. شو خير تنو؟ ليش صوتك راح وما اطلع؟ تنو شو صار؟ ليش كل هذا الصوت؟ آليا، آليا، أبي بالمشفى. هو عند كيارا وبراغيا موجودة هنيك. هذا بيعني إنه كيارا نفدت مو ميتة، كيارا عايشة. وهلأ أبي بده يدرهنيك إنه كيارا بنته عن جد. شو أعمل؟ تعرفي براغيا، قصدي حتى ديشا من شوي حكت لي إنها بتعرف قصة كيارا كمان، وأكيد رح تساوي كل شيء لترجعهم لبعض، بس أنا ما رح أسمح لهم، لازم تنو أمنعهم. تنو اهدي شوي وخلينا نروق وانسي اللي قالته. تنو لا تنسي إنه أبي لحد هلأ ما بيعرف إنه كيارا بنته كمان. بظن براغيا ما قالت له شيء. انت شو عرفت؟ بظن انه كتير واضحة هالشغلة هي، لانه اذا عرف فورا وقتها رح يخبر ستي سواريني، ولو ستي بتعرف كانت فورا عملت قصة كبيرة وخبرت كل اللي هون، لانه ابهي بيشاركها بكل شيء من بعد ما توفت ستي. لانه ما بتعرف معناها ابهي كمان مو دريان. يمكن حياتك يارا تكون بخطر، بس نحن لهلا لساتنا بامان. لا لا آليا، نحن بخطر، ما رح اقدر اهدى ابدا، ما بقدر ضل ساكته هيك، لازم اعمل شيء. والا ابهي بده يعرف انه كيارا بتكون بنته، وبدهم يرجعوا لبعض. لازم خلي ابهي يجي من المشفى لهون فورا، لازم يا آليا. كيف رح نقدر نجيب ابهي لهون؟ روحي اعملي اي شيء آليا، المهم انه يجي. ايه شو رح تساوي؟ تعي اتصلي فيه، اتصلي فورا، قولي له اي شيء بس خليه يجي. اذا بدك قولي له انه انا متت. يلا اتصلي. لك شو هالكلام هاد تنو؟ شو جنيتي؟ قولي له اني عملت حادث ومتت، او اني هلا عم موت. قولي اي شيء تاني بترجاكي خليه يرجع على البيت. بدي ابي هون بترجاكي آليا. يلا حتى اذا ابي يرجع على البيت فورا رح يرجع لهنيك وقت يعرف انه حيله. لك شو ساوي؟